غالبا تومية البيت بتطلع سلطة زبادي في الآخر. أنا بقى النهاردة هقولكم على طريقة التومية الأصلية اللي بنجيبها من المطاعم السورية وبنعشقها، وهقولكم كمان على السر اللي بيخليها غنية وكريمي كده. بس أهم من ده كله، يلا نصلي على النبي ونقول بسم الله ويلا بينا. هنجيب الخلاط أو الكبة بتاعتنا ونضيف كوباية إلى ربع من المية، عصرة ليمونة، 3 فصوص ثوم، معلقة صغيرة ملح، 4 معالق كبار مايونيز، 3 معالق كريمة طبخ. ده المكون السري اللي بيخلي التومية بتاعتي زي بتاعت المطاعم بالظبط. وأخيرا 1/4 كوباية زيت. نخلط بقى الكلام ده ونحطه على جنب. نيجي بقى للخطوة التانية، في حلة صغيرة كده وعلى البارد هنحط 2 كوباية مية ونص كوباية من النشا، ونقلبهم كويس لحد ما يتجانسوا قبل ما نحطهم على النار. نتأكد ان مبقاش في اي تكتلات. هنحط الحلة بتاعتنا على العين الصغيرة ونفضل نقلب ونستمر في التقليب لحد ما الخليط ياخد شكل الصمغ كده يعني، ونسيبه لحد ما يبرد تماما. وده شكله بعد ما بيبرد. بعد ما بيبرد بنضيفه على الخليط اللي احنا فرمناه من شوية صغيرين، ونخلط الكلام ده كله من تاني. وبس كده، تومية لذيذة جدا زي بتاعت المطاعم، ومش هنبطل نعملها ان شاء الله. قوام ناعم وكريمي، ولما هتدخل التلاجة هتتقل اكتر، فلازم نراعي اننا نظبط القوام على كده، وبتكون ألذ بكتير لو اتقدمت برد. على فكرة التومية بالنسبة لي عشق حرفيا، باكلها مع اي حاجة وكل حاجة. في رعاية الله.